في صحراء عمان حقق العداء السوري العالمي عماد بركات وصافة ماراثون عمان الصحراوي للعام 2019 لفئة 50 عاما. ورفع بركات علم سوريا عاليا وتم تكريمه من قبل المنظمين وكذلك السفارة السورية في مسقط بجهود الدكتور بسام الخطيب، حيث يعتبر هذا النجاح إنجازا سوريا يعبر عن تفوق السوريين في مختلف المجالات والإصرار على رفع اسم بلدهم. سباق صعب كثير وشاق جدا، مسافة السباق 165 كيلومتر، طبعا من كافة أنحاء العالم العدائين على مستوى عالي جدا، وحجزنا إنجاز كبير كثير كثير. بكل سباق بيكون العلم السوري معي وعليه صورة السيد الرئيس، هذا أهم شيء. يعني اليوم نحن أمام إنجاز جديد من مواطن سوري من أبناء سوريا البررة، بطل يحمل معاني الصمود والإصرار على النجاح في قلبه. منذ اللحظة الأولى أصر أن يكون علم سوريا مرفوع، بدأ بالسباق وأنهاه وسط معطيات كانت غريبة، تحدى معطيات العمر، العدد الموجود، الإمكانيات الموجودة، والطقس السيء الذي أصاب السلطنة في هذه المرحلة، لكن رسالته كانت: قدمت لأحقق إنجازا، وقد حققه بالفعل. 7 أيام خاضها العداء السوري في الصحراء بظروف صعبة، لكنها لم تمنعه من تحقيق هدفه، وهو الذي اعتاد على المشاركة بشكل منتظم بأكبر التحديات الرياضية العالمية لرفع اسم سوريا عاليا وبشكل مشرف، منوها بأهمية تعاون ودعم الأشقاء العمانيين لوجود الرياضيين السوريين في مثل هذه المسابقات. إنجاز جديد يسجله العداء العالمي عماد بركات باسم سوريا، وهو ليس غريبا على السوريين المبدعين خارج بلدهم. من داخل سفارة سوريا في مسقط، سومر العلي، الإخبارية السورية.